on the CINA 102.3 app, at CINAFM.com, on TuneIn, on Smart Speaker, and at 102.3 FM. CINA Radio, every device, everywhere. The following program does not necessarily reflect the opinions of the management, staff, or advertisers of CINA Radio. Joumana Kayrouz. You've seen her images on giant billboards across the metro. Joumana Kayrouz. You've seen her images on buses across the city. Now get to know Joumana Kayrouz. The war broke out in my home country, Lebanon. I was 11 years old, and I saw a lot of bloodshed and inequality and poverty. You can't grow up in an environment like that and not be affected by it and not want to make a difference. I graduated from Yale University with a master's in ethics. I speak four languages. It has always been innate in me, fighting for the underdog and trying to do whatever it is I can to make a difference in the world. Let Joumana Kayrouz protect your rights. Call the law offices of Joumana Kayrouz at 1-866-YOUR-RIGHTS, extension 100, or visit yourrights.com. برنامج يور رايتس مع المحامية جومانا كيروز المختصة في قضايا حوادث السيارات مع نخبة من المحامين في اختصاصات عدة منها أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعي راديو سينا، تحية طيبة لكم. هذا رامي صادق يحييكم ونبدأ معكم حلقة جديدة من برنامج يور رايتس مع المحامية جومانا كيروز، وحلقة يوم الاثنين كالمعتاد مخصصة لقضايا الهجرة والتجنس مع المحامي سام سيف من مكاتب المحامية جومانا كيروز التي تستقبل قضاياكم المتعلقة بحوادث الإصابات الشخصية، حوادث السيارات، قضايا الهجرة والتجنس، وقضايا متعلقة بالإفلاس، قضايا الكريمنال لو، قضايا الفاميلي لو، وبالإضافة إلى سوشيال سكيورتي وإصابات العمل. 248-557-3645 للإستشارات المجانية، 248-557-3645. أيضا بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني yourrights.com/radio للاستماع مرة أخرى إلى هذه الحلقات، أو أيضا بإمكانكم الاستماع إليها عن طريق اليوتيوب. كل ما عليكم هو البحث عن قناة جومانا كيروز. أرقام الهواتف في الاستوديو للمشاركة في البرنامج وطرح الأسئلة على المحامي سام سيف المختص بقضايا الهجرة والتجنس 313-769-6666 519-256-103. تحياتنا لكم وأهلا وسهلا فيك سام في راديو سينا. أهلا مرحبا رامي، ورحب بالمستمعين ويانا اليوم. أهلا بك. خلينا نبلش الحلقة قبل ما نأخذ اتصالات من مستمعينا بقضايا الهجرة والتجنس بتحذير سلطات الهجرة الأمريكية المتقدمين بطلبات للحصول على الجنسية الأمريكية من أن عملهم في وظائف إلها علاقة بالماريوانا بشكل عام ولو كان بشكل قانوني. يعني نعرف أنه في عدد من الولايات منها ميشيغان يعني أنه صار في استعمال ماريوانا والعمل في طر هذا المجال القانوني بشكل أو بآخر، لكن هذا الموضوع قد يؤدي إلى رفض طلباتهم للحصول على الجنسية. هل هذا شيء صحيح؟ مضبوط. هو طبعا لما واحد يقدم على الجنسية رح لازم يثبت أنه عنده good moral character. ال good moral character يعني إذا أنه الشخص خوش شخص وما عنده مشاكل قانونية. فمن ضمن هاي ال good moral character تكون إذا الشخص أدى أي مشكلة ويا الحكومة، ويا يعني استعمال لو بيع لو يعني مثل الإنتاج للماريجوانا. طبعا عدة ولايات، دائرة من دائرة الولايات المتحدة، مسوين الماريجوانا legal. يعني طبعا مو كل الماريجوانا، يعني اذا الشخص يستعمل ماريجوانا اكو عدة شروط يخلون الشخص يستعمل الماريجوانا وما تصير ضد اي تهمة. زين، يعني قانونيا الاستعمال، واذا الشخص عده يعني الشرطة يلقوا عده هو ماريجوانا، اكو يعني عدة استثناءات، يعني يا شروط انه شخص يقدر، خلينا نقول يصير عنده for example 1 ounce ماريجوانا يكون بجيبه ما يخالف، يعني للاستخدام الطبي فقط، يعني يكون عنده حاله مرضيه او طبيه، صح؟ لا، بميشيغان يعني صار كله legal، يعني حتى الريكريشنال، يعني مثل الواحد يشرب الكحول يستحق، صح. اذا اكثر من 21 سنه عمره ويريد يعني يشرب كحول الكحول، صح، يقدر يشرب. هاي صارت نفس الشيء، صارت قانونيه، بس انه لما يقدم على الجنسيه لو كان هو
هو يتعاطى الماريجوانا لأسباب طبية، هل هذا الشيء يعني يسبب له مشكلة مثلا بالحصول على جنسية؟ هو اليو اس سي اي اس والقانون الفدرالي ما متغير. يعني القانون الفدرالي يقول أي شخص صارت عليه تهمة لو الحكومة الفدرالية تعرف أنه الشخص استعمل لو عدة لو باع ماريجوانا أكثر من 30 غرام لو أكثر هي البوزيشن طبعا رح تأثر على الجنسية. بس لو كان يعني حتى لو كان عنده مثلا سبب طبي إنه الطبيب هو اللي وصف له أو إنه يعني حتى لو كان سبب طبي لأنه الفيدرال لو ما عليه بالستيت لو، الستيت لو يقول الطبي والريكريشنال ما يخالف بس الفيدرال لو يقول لا كله يعني يصير مشكلة. طبعا هم مثل يعفون إذا كان غرض طبي إذا الشخص كان يستعمل، بس بنفس الوقت يقدرون يقولون لا لأنه هو هذا ضد القانون. فيعني القانون الفدرالي ما تغير ما تغير أبد، ويقول الشخص لما يقدم على الجنسية إذا يعني قال أنه أني أستعمل ماريجوانا ودا أستعمل illegally ويا القانون ميشيغان لو قانون واشنطن لو غير ستيت يعني تقبل على استعمال الماريجوانا هم يقدرون يلقون أنه الشخص ما عنده good moral character. بس الشيء يعني الجديد اليوم اللي سمعناه بإطار هذا الخبر بإطار تحذيرات السلطات الهجرة بأنه الشخص اللي يعمل في مجال الماريجوانا يعني مثلا في مزرعة أو يمكن في مستوصف خاص بالماريجوانا يمكن مركز خاص لبيع الماريجوانا أنه تعرف أنه الفورم طلب الحصول على الجنسية الأمريكية لأن 400 يتضمن الإفصاح عن الجهات اللي اشتغل فيها الشخص يعني يمكن قبل سنتين أو ثلاثة، فالشخص اللي يشتغل في إطار يعني القطاع هذا القطاع ممكن أنه يسبب له مشكلة، هذا الشيء يمكن هو الجديد صار بالموضوع صح؟ طبعا هو يعني الاستعمال لو إذا هاي يسموها يعني selling البيع والdistribution والشغل بمكان الفيدرال government تفكر أنه هو illegal. فأي شيء شخص يسويه الفيدرال government تفكر أنه illegal زين هذا رح يأثر على المعاملة الجنسية بالفعل. أرقام الهاتف في الاستوديو 313-769-6666-519-256-1023. معنا المحامي سام سيف وهو مختص بقضايا الهجرة والتجنس من مكاتب المحامية جمانة كيروس. معنا أول اتصال. ألو مساء الخير. ألو مساء الخير. وعليكم السلام ورحمة الله. مين معنا؟ أنا اسمي أمينة اتصلت مش بخصوص الهجرة. نعم إذا ما كان بخصوص الهجرة نعتذر من عندك لأنه في كثير اتصالات تجينا على موضوع الهجرة، فإذا كان عندك أي شيء ممكن تحت الهواء يأخذون سؤالك أو استفسارك. شكرا أكيد على اتصالك. 313-769-6666-519-256-1023 مفتوح الخطوط أمامكم مستمعينا للمشاركة في البرنامج. إذا سام نرجع إلى مرة أخرى إلى موضوعنا واللي هو أنه كيف الشخص يعني لو كان عنده بعض الأخطاء أو بعض السوابق يمكن تأثر على صعيد يعني الجنائي وعلى صعيد السرقة يمكن أو أشياء معينة ممكن تأثر على حصول على جنسية. طبعا هي أهم شيء لما شخص يقدم على الجنسية ال good moral character اللي باعون عليه يكون يعني على أي جرام لو أي مشكلة ويا البوليس اللي شخص صارت عدة فيسموها هاي يعني crimes involving moral turpitude. وطبعا أكو فتشي هم يسمونه aggravated felony، بس أكثر شيء الناس يعني المشاكل اللي يشوفون تأثر عليهم هي crimes involving moral turpitude. وال crimes involving moral turpitude تكون هي من ضمنها هي الماريجوانا لو الثفت لو كذا مشاكل ويا الحكومة. وحتى لو الشخص كان عنده ال possession of marijuana زين possession of marijuana بس أقل من 30 غرام هاي بيها exception يقولون إذا الشخص صارت عنده مرة واحدة وعنده possession وصار عليه ضده conviction على ال possession وكانت الأماونت أقل من 30 غرام بذاك الوقت يقدرون يعفو من هاي الشغلة، فمعناته رح يقدر يقدم على الجنسية ويسأل على استئناف من هاي الكنفكشن. بس إذا الشخص صارت عدة 2
من هذا البوزيشن حتى الاكسبشن ما راح يقدر يستعملها فراح تأثر عليه وراح لازم ينتظر 5 سنين لحد ما يقدر يقدم على الجنسية. واو. ناخذ اتصال معنا على الهواء. الو مساء الخير. بدي اسال، انا عندي معامله لاخواني مع من قتل والدي، والدي توفى، عندي امي هون ميت 50 سنة. يعني ما بعرف بس تحول المعامله under her name or بيعملوا هاي الفورم I-36 or I don't know. يعني الوالد قدم لأختك I-130 وبعدها القضية pending صحيح؟ يا القضية صارت في ال على الفيزا سنتر على نهوي يعني سووا لها approval وطلع رقم الفيزا لو بعدها القضية بس pending حتى ما حصلت approval على I-130. طلع على انه طالع على يعني عندنا الكيس نمبر على جيبوتي ذيس نمبر وعلى اذا صارت ابروفل ووصل الفيزا نمبر اكو فقره بالقانون اذا اختك كانت بالولايات المتحدة مو برا الولايات المتحدة إذا كانت بداخل الولايات المتحدة يجوز تقدر تسأل على فتشي يسمونه مثل humanitarian parole يعني لو humanitarian exception وين إذا الوالدة بعدها عايشة يجوز يخلون الوالدة تصير هي السبونسر إذا تقدم بس أكثر الوقت هاي كل الصعبة يسووها بعد فيعني المفروض أني لما أخذ هذني القضايا أنصح الكلاينت أنه اثنين الوالد والوالدة يقدمون لأنه لا سامح الله فتشي يصير الواحد منهم على الأقل الثاني القضية مستمرة عليها بس لأنه الوالد توفى هو كسبونسر لازم يكون سبونسر هم فاينانشلي وهم القضية تكون مالته صعبة واحد يكمل على القضية يعني صعب نحول المعاملة under my mom name. هو أول شيء هي برا البلد أنت قلت القضية يم جيبوتي فهي أول برا البلد فيعني حتى لو إذا هذا كان احتمال لكم ماكو احتمال لأنه هي خارج الولايات المتحدة فبهذا الوقت لازم تبدون القضية من جديد وتخلون الوالدة تقدم قضية جديدة. Okay, thank you. You're welcome. شكرا على اتصالك 313-769-6666-519-256-123 المشاركة معنا في البرنامج معنا اتصال جديد. ألو مساء الخير. ألو ألو الله يعافيك يا هلا مين معنا؟ حبيبي يا هلا بيك تفضل مو حبيبي أنا مقدم لمرتي من لبنان جاية نعم مو عفوا على المقاطعة مو عذرا على المقاطعة بس وطينا صوت الراديو لو سمحت في صدى عندنا بالصوت أخذت الأبروفر just received the paper شو next step يعني أنت أخذت approval لل I-130 لو أخذت approval للفيزا no I-130 ال I-130 وقدمت المنو لمرتي الزوج انت عندك جرين كارد لو عندك جنسيه سيتيزن عندك جنسيه وهي وين هسه بداخل الولايات المتحده لو برا الولايات بلبنان بيروت بلبنان اوكي اول ما شخص زوج ياخذ ابروفل على قضيه النكست ستيب تكون راح يحصل رساله من الناشونال فيزا سنتر هاي الرساله راح تقول له انه لازم يدفع الفيزا فيز والافيديفيت اوف سبورت فيز وبعدين يقدر يكمل على الفيزا ابلكيشن زين فراح تحصل هاي الرساله خلال 30 ل 60 يوم من الوقت اللي دزولك الابروفل وبس تحصلها على مود ما تتاخر القضيه لازم تدفع على الفيزا فيز وتكمل الفيزا ابلكيشن والافيديفيت اوف سبورت وتدزها لهم ورا ما تدزها لهم راح ياكدون انه الابلكيشن كامل والاوراق اللي سالوا عليها كامله وراح يدزوها القضية للأمبسي على مود الأمبسي تعطيك موعد على الانترفيو It's gonna take long
يعني احنا نشوف من الوقت اللي يصير I-130 approval لحد الوقت الشخص يحصل interview ويا الامبسي, وهي طبعا تعتمد على الامبسي بس معظم يعني تاخذ 5 or 6 months من الوقت اللي يصير approval. اوكي شكرا كثير, شكرا على اتصالك مو, واكيد تحياتنا لك. 313-769-6666-519-256-1023 المشاركه في البرنامج. معنا المحامي سام سيف المختص بقضايا الهجره والتجنس من مكاتب المحاميه جمانة كيروس. الو مساء الخير. الو مساء الخير. الو وطينا صوت الراديو عفوا, مين معنا؟ معك يوسف الجلهم. يوسف تفضل انت على الهواء. يعني سؤالي هو ان انا عملت اختبار الجنسيه والجرين كارد كانوا مع بعض, اختبار الجرين كارد اولا وبعدين خلصت عملت لي نجحت في الجرين كارد والريموف كونديشن وعملت لي جابت الملف تبع الجنسيه وعملت لي اختبار الجنسيه. فكان من ضمن الاسئله طبعا انا ما كنت جاهز ورسبت في الهيستوري. اوكي وقالت لي بنعطيك another chance والآن صار لي 4 شهور وما أعطوني أي موعد أدخل على الأكاونت اللي في الأكاونت حقي معهم ويقول لك أخذنا long time يعني than expected. يعني ايش المطلوب, ايش اللي اعمل عشان يقدموا لي الموعد؟شكرا على السؤال استاذ يوسف. طبعا هواي من المستمعين تصير وياهم هاي انه ياخذون الامتحان مال ال N400 الامتحان للجنسيه ويعني يرسمون على لو الانجليش لو الهيستوري, والمفروض اليو اس سي اي اس تسوي انترفيو جديده تعطي موعد الانترفيو جديده خلال يعني 90 يوم, ما مفروض يطولون أكثر من هذا, ومرات حتى خلال 30 لو 45 يوم نشوف أنه يدزون على موعد جديد. مرات تأخذ أكثر, مرات تأخذ الحد 6 أشهر, فالانتظار مع 4 أشهر مو فتشي يعني يكون رير, فتشي يصير. بس إذا تريد تشوف إذا تسرع الـ على الانترفيو تحصل انترفيو موعد للانترفيو جديد, تقدر تخابرهم لليو اس سي اي اس وتحكي ويا الاوفيسر تفهمهم انه انت صار لك 4 مانس يعني ما حصلت انترفيو جديده وما مفروض تاخذ هالقد وقت. بس هي طبعا تعتمد على الاوفيس اليو اس سي اي اس اوفيس بذاك الوقت ايش قد بيزي هم وايش قد مسوين سكيدجولينج للانترفيوز, واذا انت يعني صارت سقطت بالامتحان واضطريت تاخذ امتحان ثاني جوز نفس الاوفيسر ما قدر يعطيك موعد اقرب من فد وقت, بس على الاقل يعطوك موعد. هي هاي الفكره, فنصحك انه تخابرهم وتخليهم يسوون سيرفيس ريكوست, ياخذ 30 يوم هو السيرفيس ريكوست وتشوف اذا تقدر تحصل موعد خلال السيرفيس ريكوست. طيب انا بس لو سمحت لي هذه شيء من نقطه مهمه, انا رحت لهناك عملت الريكوست وانفو باج دخلت ورحت لعندهم وقلت لهم انا مسافر يعني لسه ما اعطيتوني الجرين كارت لانهم عملوا لي في نفس اليوم ابروف وجابوا لي رساله الابروف بس لسه الجرين كارت ما وصل. قالت لي احتمال يمكن ما نعطيك الجرين كارت لانه انت اصلا مقدم على السيستم. قلت لها طيب انا بدي اسافر. قالت لي خلاص مش مشكله بنعمل لك ختم ستامب الجواز لمده 1 year. اوكي انا بدي اعرف اذا سافرت ورجعت بالختم ستامب الجواز for 1 year it's okay يعني nothing happened يعني. مضبوط طبعا الستامب تكون هي اثبات للجرين كارد, اذا شخص الجرين كارد اللي يصير اكسبايرد راح ويريد يسافر يقدرون يحطون ستامب على الباسبورت وهي تثبت انه انت عندك جرين كارد, وهم اذا سووا لك ابروفل وعندك ورقه الابروفل تثبت انه صار ابروفل بس ما دزوا لك الكارد هم مو مشكله, يعني احفظ الورقه الابروفل ولما تسافر اخذ كابي الها وياك, لا تاخذ الاوريجينال بس اخذ كابي وتقدر تسافر مو مشكله. فشي لازم تعرف بيه انه لما تسافر تتاكد انه ما راح تسافر
أكثر من 6 أشهر. وإذا أنت مسافر قبل لا قدمت على الجنسية وسافرت وقت طويل, ما تريد السفر مالتك الجديد يأثر على الابليكيشن. يعني قصدي هو أكو requirement كم يوم تقدر تبقى برا الولايات المتحدة, لا تتجاوز هذا الرقم لما هسه تسوي السفر الجديد مالتك. هذا فشي كلش مهم. ولما ترجع وتروح على الانترفيو الجديدة تريد تطي المعلومات على السفر الجديد, انه وين رحت وش قد بقيت برا الولايات المتحدة. اشكرك, شكرا جزيلا. انا اشكرك شاكر لك معلوماتك. شكرا لك. رامي, قبل لا نكمل على مكالمة جديدة, فشي كلش مهم أستاذ يوسف حكى بيها, أنه هواية هاي حاكيها احنا قبل, هواية ناس مقدمين على الـ removal of conditions الـ I-751 لما حصلوا الجرين كارد أبو السنتين وقدموا على الجرين كارد الدائمي أبو 10 سنين, وبعدين وصلت مرحلة يقدرون يقدمون على الجنسية, لأنه طول هواية هسه الـ I-751 قبل لا يطون الجرين كارد جديد. نصحنا الكلاينتس مالتنا ونصحنا المستمعين أنه حتى لو ما حصلوا انترفيو, لو ما حصلوا الجرين كارد تبع الـ 751 الـ removal of conditions, يقدمون على الجنسية إذا يستحقون طبعا, لأنه رح يسوون انترفيو لاثنيناتهم, الـ removal of conditions الجرين كارد والامتحان الجنسية, رح يسوون اثنيناتهم بنفس الانترفيو. وطبعا هذا صالحهم لأنه ما رح يحتاجون ينتظرون أكثر, لأنه إذا شخص يقدم على الـ 751 وطول هواية وينتظر الحد ما يسوي لها approval قبل لا يقدم على الجنسية, رح ينتظرون يعني مرات سنة ونص سنتين. فهذا إذا يقدمون على الجنسية لمن يستحقون رح يختصرون الوقت ويقدرون يحصلون الجنسية وراء يعني 3 سنين ونص لو 4 سنين. جميل. معنا اتصال آخر. ألو, مساء الخير. مساء النور. يا أهلا, تحياتنا. اهلا وسهلا, مين معنا؟ ميديا. تفضل, انت على الهواء. شكرا. انا احب بس اسلم على الاستاذ واشكره لان صاحب محامي ممتاز وصاحب اخلاق, صاحب ذوق, يعني انسان صادق فعلا. شكرا لك. شكرا للمكالمه. يعني والله انا يعني من واحد يسالني على محامي اقول اذا تريد محامي روح لمكتب جمانة كيوز, يعني انسان صادق ينصحك ويفهمك ويعلمك وصاحب أخلاق, يعني والله ما شفت محامي مثلك. الله شاهد. تعاملتي مع سام قبل سام؟ تعاملت وياه ورحت على المكتب, صاحب ذوق واحترام وتقدير, يعني أكثر من ما تتخيل, إنسان محترم بشكل. الله يحفظك. شكرا للمكالمة. شكرا على اتصالك ميديا, ونتمنى لك كل التوفيق. اكيد مكالمه حلوه. زوجتك راح تسمع البرنامج ولا لا؟ والله مرات تسمع يا فاعرف اذا سمعت. معنا اتصال اخر. الو, مساء الخير. مرحبا. يا مرحبتين, مين معنا؟ معك حيدر من وينزور. اهلا بك حيدر, تفضل انت على الهواء. حبيبي, اني عندي سؤال للمحامي. اني عندي ابني مولود بكندا, بس احنا زوجتي دول سيتيزن يو اس ان كنديان واني يو اس سيتيزن. فرحت ذاك اليوم على مكان ديربورن على مود اسال كذا, صعبوها علي. يعني انا هسه ساكن بديربورن, يعني عندنا عنوانين, عندنا عنوان بكندا وعندنا عنوان بديربورن. شنو المستمسكات اذا ابني انولد وعمره هسه هو انولد بال 2016, شنو المستمسكات المطلوبه حتى اطلع للسيتيزن؟ ما بدي اطلع اياه من كندا. هو وين هسه عايش ابنه؟ هسه يعني احنا بتوين كندا ان يو اس, يعني مرات عندنا 2 عناوين. اوكي, زين. اكثر الوقت يعني 51% من السنه وين عايش؟ باليو اس. اوكي. ويعني طبعا انت هم 51% من السنه لو اكثر انت عايش باليو اس, صحيح؟ لا, انا اكثر اوقات, يعني اكثر, لان انا عندي جرين كارت بكندا, ما عندي جنسيه, بس امه واخوته كلهم جنسيه كنديه وامريكيه.
اوكي. انت يعني عندك احتمال تقدر تقدم على certificate of citizenship زين ويا USCIS تقدم على certificate of citizenship خلال الجنسية مالتك لو خلال جنسية يعني his mother. والاختيار الثاني تقدر تقدم على consular certificate of birth abroad تكون certificate تحصلها من الحكومة الأمريكية الأمبسي بكندا هي طبعا بتورونتو هاي يجوز تكون أسرع لك actually إذا تريد تقدم عليها هناك لأنه هو مولود بكندا يستحق جنسية كندية بس لأنه مولود الأمريكان سيتيزنز هم يستحق يحصل الكونسلر سيرتيفيكت اوف بيرث ابراد يعني هم يكون أمريكي خلال السيتيزنشيب إلك وزوجتك ف تقدر تقدم عليها ويا الامبسي اليو اس امبسي بكندا بتورونتو يعني هاي اسهل تكون مو صحيح اكثر الوقت يعني تكون اسرع لانه هسه السيرتيفيكت اوف سيتيزنشيب يعني اخر مره باوعت عليها تاخذ حوالي سنه مرات 9 اشهر بس هي تاخذ حوالي سنه تكلف اي بليف الابلكيشن في از 6 or $700 بس الكونسولر سيرتيفيكت اوف بيرث ابراد it's only يعني a couple of $100 وما مفروض تاخذ اكثر من few months three to six months تاخذ زين وانت بس تقدم على هاي هم تقدر تقدم على US passport تستعمل الجنسية مالتك ولو الجنسية مال زوجتك وتقدرون تقدمون على passport إلى وطبعا الباسبورت هم يثبت انه هو US citizen شكرا جزيلا استاذ والله حقيقة اوضح واحد حكيت وياه يعني حقيقة شكرا لك موفق ان شاء الله شكرا كل التوفيق 313-769-6666-519-256-1023 مفتوحة الأرقام أكيد أمامكم مستمعينا للمشاركة في برنامج Your Right معنا المحامي سام سيف من مكاتب المحامية جمانة كيروس وهو مختص بقضايا الهجرة والتجنس رجع لك سام مرة أخرى وأكيد النقاط اللي كنت حابب تطرحها اليوم عن good moral character صح؟ طبعا وبس إذا أقدر أعيد على أستاذ حيدر اللي يعني نضيف اللي حكينا وياه لأنه هو موجود بالولايات المتحدة يقدر يقدم على الـ USCIS والابنة على مود الـ Certificate of Citizenship إذا كان برا الولايات المتحدة وكان برا الولايات المتحدة وقت طويل أحسن شيء إذا كان يقدم للكونسولية بكندا خلينا نقول الكونسولية الأمريكية بكندا على الكونسولر سيرتيفيكت اوف بيرث ابراد لأنه الريزيدنسي مالته تكون برا الولايات المتحدة وهم مثل ما قلنا له أكثر الوقت تكون التكاليف أقل من ما إذا يقدم على اليو اس سي اي اس اليو اس سي اي اس دائما تصعد الفيز مالته احنا نشوف سنة ورا سنة الفيز ده تصعد ويا اليو اس سي اي اس وطبعا هم التكاليف مالتهم ده تكثر بس الامبسي تكون اقل التكاليف مالتها زين بس اذا اريد نرجع على ال crimes involving moral turpitude وال good moral character ويا الجنسية ال good moral character الفكرة مع ال good moral character انه شخص يكون مثل أي شخص عادي مواطن عادي بالولايات المتحدة كأنه الشخص عادي good person ما يسوي fraud ما يسوي theft يعيش كأي مواطن ثاني زين لما يصير عنده مخالفة ويا القانون أكو بس عدة شغلات الحكومة تعفي منه حتى لو يعني سوى هذن الشغلات بس هواي من الشغلات هم ما يعفون فأكو منها تقدر تسوي له ديبورتيشن ويسحبون الجرين كارد وأكو منها
ما تخلي يقدم على الجنسية لو يستحق جنسية لحد ما ينتظر 5 سنين من الوقت اللي المخالفة صارت. زين سام، في موضوع الاحتيال يعني يمكن كثير من الأشخاص بقصد أو بغير قصد مثلا يعملون بعض الأشياء المتعلقة مثلا بالحصول على تأمين أرخص من التأمين على السيارات، ولما يصير في حادث وشركة التأمين تحقق يشوف أنه في نوع من التلاعب أو الاحتيال، يعني أما يحطوا معلومات غير صحيحة أو يكون أشياء من هذا القبيل. لو كان هذا الشخص عنده جرين كارد ويقدم على السيتيزن وكان عنده مثل هذا النوع من القضايا، نوع من الاحتيال على شركة التأمين الخاصة بالسيارات، هل هذا الشيء راح يؤثر على موضوع الجنسية؟ ما هل راح يعرفون الحكومة بأنه في قضية عليه بهذا الإطار؟ طبعا بس اكو شغلتين. اول شغله انه الكريمنال ايشوز لازم تكون بالكريمنال لا، يعني بالمحكمه مال كرايمز. واكو عندك سيفل كورت لما تسوي قضيه insurance claim، وبعدين الانشورنس كمباني تجي وتقول ها المعلومات اللي اعطيتنا اياها بها فراد. اذا ما صارت عليك يعني ضدك قضيه مال فراد بالكريمنال كورت ما راح يكون conviction. الاميجريشن لا اكثر شيء باوع على الكونفيكشنز. بس بنفس الوقت لما واحد يقدم على الجنسيه الأوفيسر مو بس يباوع على الكنفيكشنز، إذا كانت أي فراد أليجيشن حتى لو مو بالكريمينال كورت بس سووا باكراوند تشيك وشافوا أكو فراد أليجيشن ويجوز تقدر تروح للكريمينال كورت، فيقدرون يسألون عليها. وهم الإميجريشن أوفيسرز عندهم ديسكريشن، يعني يقدرون يفكرون برا اللي موجود بالورقة ويشوفون إذا الشخص مسوي فد شيء ويسألون أسئلة يوصلون مرحلة أنه إذا الأجوبة لهذن الأسئلة تقدر تودي هذا الشخص تسوي تهمة عليه بالكريمينال كورت، هم يقدرون يستعملون هاي الالليجيشن ضدهم لما يقدمون على الجنسية، لما يسوون الانترفيو للجنسية. هل هذا معناه أنه ما راح يأخذون جنسية نهائيا أم أنه راح يأجلون حصولهم على جنسية؟ إذا كان أكو ضدهم conviction للفراد هواية راح تأثر على الجنسية، تقدر تأجل الجنسية، وإذا كان الفراد المبلغ كبير تقدر يعني ما تخليهم يحصلون جنسية زين نهائيا. It depends، يعني it depends على what type of fraud وشنو الstate الconviction بالstate. إذا يكون نفس الconviction بالfederal law، يعني احنا دائما لازم نقارن between الstate criminal law وfederal criminal law لأنه هو مو نفس الشيء. الstate criminal law يعني حتى الكلمات والrequirements للconviction إلى certain crimes يعني different than federal criminal law. So لازم نقارن بيناتهم ولازم نشوف إذا state criminal law is the same as the federal criminal law. وإذا نفس الشيء والfederal criminal law يقول لنا هذا الشخص يستحق deportation لو يستحق denial على naturalization لأنه ما عنده good moral character. لو إذا أكو exception للconviction الcriminal conviction اللي صارت ضده يطو هي هاي الاستئناف يعني عليها الاكسبشن. اكيد ارقام الهواتف في الاستوديو 313-769-6666 519-256-1023. معنا المحامي سام سيف مختص بقضايا الهجره والتجنس. معنا اتصال. الو مساء الخير. مساء النور. يا اهلا، مين معنا؟ ابو احمد. ابو احمد وطينا صوت الراديو عفوا اسمعنا بالتليفون. اتفضل. بليز بس بدي اسال المحامي هل البي بي او ياثر على السيتيزن؟ شكرا على السؤال استاذ ابو احمد. البي بي او يقدر ياثر على السيتيزنشيب لانه مثل ما حكينا قبل على الجود مورال كاركتر. الجود مورال كاركتر يقول الشخص ما مفروض يؤذي غير اشخاص لو يؤذي عائلته، ويفكرون اذا الشخص عنده بي بي او
يجوز صار اختلاف بين العائلة لو اختلاف بين الريليشنشيب بهذا الشخص وشخص ثاني ويجوز تأذوا فأي وقت أكو PPO الأوفيسر رح يباوع عليها رح يسأل الأسباب عليها وهواي من الوقت يجوز يطون denial على ال N400 بس لا إذا تطي خوش explanation تطي سبب على ال PPO وطبعا إذا هي ال PPO كانت ex parte يعني الشخص اللي سوى ال PPO ضدك ما أعطاك notice ما كان يعطيك notice تحضر ال hearing وتكون موجود بال hearing على مود الدافع على نفسك هذا هم رح يفكرون بي وتقدر تحكي بي بس يقدر يأثر على ال application وإذا تقدر توخر ال PPO قبل لا تقدم على الجنسية أحسن لك بليز كم بيأخذ 5 سنين لما ينتهي ال PPO ال PPO يعني أكو هو طبعا على الجاج الجاج يقدر يسويها 6 أشهر الجاج يقدر يسويها سنة يقدر يسويها أكثر فإت ديبنز على الجاج شنو حط ال PPO معظم الوقت يحطوها سنة وبعدين يعني automatically لازم يسوي لها تجديد أوكي يا هو صار لمدة سنة وفي تجديد بس حصل تنازل بالبي بي او من الطرف الاخر يعني اصبح الامور اذا حصلت يعني اذا حصلت تنازل هذا راح يساعدك وتقدر تقدم بذاك الوقت على الجنسيه ويعني تقدم التنازل ويا الابلكيشن مالتك اذا لانه اذا اي سؤال يجي ويسالون على البي بي او موجوده الورقه التنازل ويا والديسمسل للبي بي او راح يساعدك على الابلكيشن ثانك يو فيري ماتش شكرا لك شكرا على اتصالك تحياتنا لك ومعنا اتصال جديد الو مساء الخير يعطيك العافيه الله يعافيك مين معنا احمد اهلا بك احمد تفضل ممكن احكي مع استاذ سام بليز تفضل استاذ احمد كيفك استاذ سام الحمد لله مرحبا شلونك انت الحمد لله بخير هلا عندي سؤال زوجتي اجت لهون عن طريق الكي 1 فيزا فصلت تقريبا سنتين تقريبا 3 سنين يعني فالجرين كارد التمبرري خلص من فتره يعني فقدمنا لها على الجرين كارد الدائم فما بعثونا جرين كارد دائم بعثونا ورقه اكستنشن لمده 18 شهر اوكي فهلا انا سمعت انه فيني اقدم قبل 3 أشهر من المده المحدوده وهي 3 سنين يعني على الجنسيه فيني اقدم على الورقه هاي ولا ما فيني طبعا احنا قبل بس كم دقيقة actually حكينا ويا استاذ يوسف خبر علينا وهو هم كان نفس المشكلة يعني انه قدم على ال 751 removal of conditions وحصل ورقة انه الجرين كارد is extended ولما وصلت مرحلة أنه يستحق يقدم على الجنسية بعد ما حصل الـ I-751 approval يعني وراء 2 سنين و9 أشهر قدم على الجنسية وأطاع الانترفيو للجنسية ويا الانترفيو مع الـ I-751 وطول approval للـ I-751 ومع الأسف هو يعني ما قدر ينجح على الـ history questions بس لو نجح على الـ history questions كان هم طول نفس الوقت approval على الجنسية ويعني كان طول موعد على الـ oath ياخذ للجنسية بس هسه أنت المرحلة مالتك وصلت أنه قدمت وحصلت extension 1 year and 6 months على ال green card و that's good إذا يعني زوجتك صال لها 2 سنين و9 أشهر بالولايات المتحدة وعدها green card تستحق تقدم على الجنسية وأكثر الوقت لأنه الـ I-751 دي يطولون a very long time على مود يكملون الـ applications رح يحطون اثنيناتهن الـ applications together الـ 751 والـ application للجنسية ويطوكم interview على both applications بنفس الوقت طيب
جميل جميل. يعني هنا بعثوا لنا ورقه من كم اسبوع قالوا لنا ان هلا انه هلا بلشوا يشتغلوا على الابلكيشن تبع الاكستنشن يعني تبع الجرين كارد الدائم يعني يعني انت اذا قدمت already لازم تقدم قبل 3 أشهر يعني اي وقت واحد عنده 2-year green card لازم يقدم على ال 10-year green card before the 2-year green card expires يعني قبل لا يصير expiration. انت قدمت عليه already ودزولك ورقة تقول لك احنا استلمنا الابليكيشن والابليكيشن يعطيك 18 month extension على الجرين كارد لك. فلازم هاي الورقة لا تضيعوها لانه هذا اثبات انه الجرين كارد is extended for 18 months. اوكي فهسه لما زوجتك توصل 2 و9 أشهر عدها هذا الجرين كارد تستحق تقدم على الجنسية. جميل. يعني 2 و9 أشهر من مدة اللي هي الجرين كارد التمبراري والورقة اللي بعطونا اياها ما هي من الجرين كارد التمبراري. اوكي جميل جميل. فهمت عليك. الله يعطيك العافيه. شكرا كثير. شكرا لك وموفق ان شاء الله. تحياتنا لك. 313-769-6666 519-256-1023 الارقام مفتوحه امامكم بالتاكيد للاتصال والمشاركه في برنامج رايتس مع المحامي سام سيف المختص بقضايا الهجره والتجنس. معنا اتصال جديد. الو مساء الخير. مرحبا. مرحبتين. يا هلا. مين معنا؟ مهند بن نو. اهلا بك مهند تفضل. السلامك. بس سؤالي انا عندي ابني عمره 17 سنه بس حاليا هو مو هنا انا بلبنان. عندي 3 أولاد بس الكبير هو 17 سنه يعني هسه 17. فايش قد عندي الوقت اللي على ما اقدر اسحبه لحد ال 18 لحد ال 21؟ شكرا على السؤال استاذ محمد. مهند العفو. فاي شخص عنده جنسيه؟ انت عندك جنسيه؟ صدق انه جرين كارد المفروض هسه اقدم صراحه. هسه صار عندي يعني عبرت 5 سنين. اوكي كل الزين. اي شخص عنده جرين كارد يقدر يقدم على الزوجه والاطفال اقل من 21 سنه. يعني اذا زوجته موجوده هنا بس يحتاج يقدم على الاطفال. يعني اذا هم اطفال اقل من 21 سنه وما متزوجين يقدر يقدم لهم لم شمل وتاخذ حوالي 2 سنين. مرات 2.5 سنين. بس انت لانه تستحق تقدم على جنسية انصحك انه تبدي المعاملة حتى لو هسه عندك جرين كارد تقدم له وانت عندك الجرين كارد. وبنفس الوقت اذا تستحق تقدم على جنسية هم قدم على الجنسية لانه اول ما تحصل الجنسية رح القضية تسرع. القضية بدل ما تاخذ 2.5 سنين رح تسرع تاخذ بس سنة. بس لأنه أنت قدمت خلال الوقت أنت عندك جرين كارد رح تستفاد من أول 6 أشهر رح تاخذ الحد مال I-130 يصير لها approval. يعني هاي ما رح تروح عليك لأنه هاي تاخذ نفس الوقت إذا عندك جرين كارد. لو إذا عندك جنسية هي ثاني مرحلة هي تاخذ هواية وقت. فاستفاد من أول 6 أشهر قدم هسه إلى ولما نتحصل الجنسية تقدر تسأل الإيميجريشن سيرفيس يحولون القضية من شخص عنده جرين كارد يقدم لابنه إلى شخص عنده جنسية يقدم لابنه ورأسا رح القضية تروح على الـ NVC ويقولوا لك قدم على الفيزا. اوكي بس اريد اوضح لك صوره معفيه تخص الموضوع او ما تخص الموضوع. انا صراحه عن امهم يعني بس الموضوع يخص اولادي الثلاثه فهذا ما ياثر. هي هم حاليا امهم هي اوريدي هناك بلبنان فهم ويا امهم. طبعا القضية تأثر على طفل أقل من 18. لازم الأم تعطي رخصة أنه الشخص يطلع برا البلد. فبالوقت اللي القضية توصل للأمبسي رح لازم تدز رسالة يعني ويا الابليكيشن موقعة بيها أمهم أنه هي تقبل يجون للولايات المتحدة.
أوكي. متفقين على الموضوع إن شاء الله خير. أوكي. موفق إن شاء الله. شكرا لك. شكرا على اتصالك. تحياتنا لك. للتواصل مع المحامي سام سيف مكتب المحامي جمانة كيروس رقم الهاتف أكيد الاستشارات المجانية 248-557-3645. ألو مساء الخير. ألو مساء الخير. مساء الأنوار، مين معنا؟ أنا نانا. دا أستغفر إذا ممكن من الأستاذ سام إذا ممكن. تفضلي. مساء الخير أستاذ الفاضل. مساء النور. أستفسر، الله يخليك، أرد أستفسر من حضرتك سؤال. أني ماخذ الجنسية مصالي كم شهر وبنت وابني وزوجي أيضا نفس الشيء، بس بنتي كانت ويانا لمدة 4.5 سنين في الولايات المتحدة. صارت ظروف عندنا شاء القدر أنه ترجع للعراق على مود تكمل هذا الظرف الطارئ، وإذا بتزوجت وصارت حامل وجابت طفلها بالعراق. فهسه حاليا تريد ترجع، يعني وعدها جرين كارد مو اكسباير، فتريد ترجع للولايات المتحدة لتكملة الجنسية وما شاكل. بس بصراحة دي منعوها من دخول ابنها وياها، ما تعرف ليش، لأنه ابنها بيبي عمره 2.5 شهر. طيب شون تجي هي وتعوف ابنها بالعراق وهي ما عدا أحد بالعراق؟ طبعا اوكي. يعني هاي القضيتك شويه كومبليكيتد، بس خلي نفسرها شويه. لانه هي بس عندها جرين كارد، ما تقدر مثل اليو اس سيتيزن تعطي جرين كارد بسهوله الشخص اللي مولود بغير بلد. اذا كانت طبعا اذا هو الطفل مولود بالولايات المتحده راح يكون يو اس سيتيزن، بس لانه مولود برا الولايات المتحده هو لازم يحصل جرين كارد خلال امه، ولازم امه تقدم له على جرين كارد، يعني مو راسا يحصل جرين كارد. زين، فبس خلي أسألك كم سؤال. هي إيش وقت رجعت للعراق؟ رجعت بال2017 شهر الثامن. وكم سنة لما رجعت كان عندها الجرين كارد؟ 4.5 سنين تقريبا. أوكي. أربع سنين ونص طبعا ما قدرت تقدم على الجنسية قبل لا تروح، بس قبل لا راحت قدمت على فتشي سمونه re-entry permit؟ لا، لأنه ما رأسا قلت لك صار الظرف الطارئ اللي عندنا، ولحقت رأسا حتى جواز عراقي ما كان عنده، أخذت اللاتي باسي العراقي اللي هو مجرد بس الرجوع للعراق دي. أوكي. أنتوا أول ما وصلتوا للولايات المتحدة وصلتوا خلال يعني كرفيجيز لو لم شمل؟ لا لا لا، رفيجي إحنا. وصلنا كلنا رفيجي، أني وزوجي وبنتي وابني. أوكي. وهي من 2017 لحد هالوقت هي ما راجعة للولايات المتحدة، كل هذا الوقت هي موجودة بالعراق، صحيح؟ نعم، لأنه قلت لحضرتك أنه تزوجت رأساً، صارت حامل، صارت ظروف الحمل مالتها كلش متعبة وعدها تقارير دي أوكي. يعني طبية، ما خلوها منعوها من الطيران خلال فترة 9 أشهر. أوكي. نعم. أحسن شيء إلها. يعني صح عندها طفل صغير، بس أحسن شيء إلها على الأقل ترجع للولايات المتحدة حتى لو بلية ابنها، يعني على الأقل كم أسبوع لو شهر. I know it's يعني صعبة، بس أحسن شيء إلها لأنه صال لها أكثر من سنة برا الولايات المتحدة، فلازم ترجع على الأقل على مود ما يأثر على الجرين كارد لها، أنه صار عليها abandon of residency، يعني تعفي الجرين كارد، ترجع الجرين كارد للولايات المتحدة. لازم ترجع الولايات المتحدة وتقدم على re-entry permit. زين. أوكي. وأول ما تقدم وتسوي البصمات تقدر ترجع للعراق وتسوي معاملة لابنها للجرين كارد. زين. وهو بالعراق وتقدر تبقى وياه، لأنه re-entry permit تخليها تبقى لحد 2 years برا الولايات المتحدة. يعني قصدك اللي نفسه هو الترافل دوكيومنت؟
لا مو نفس الترافل دوكيمنت، هي مثل الترافل دوكيمنت بس يسموها ري انتري بيرميت، هي مثل رخصة تخلي الشخص اللي عنده جرين كارد يبقى برا الولايات المتحدة up to 2 years على مود ما يأثر على الجرين كارد. زين وخلال ايش قد تقدر بهيك حالة يعني تسحب ابنها وياها بهيك حالة، يعني انه يرجع يجي هي هو وزوجها مثلا او بس هو بصورة طبيعية وبشكل طبيعي؟ اي شخص يقدم على جرين كارد للابن لو الزوج وهو عنده جرين كارد، القضية رح تاخذ سنتين لسنتين ونص، بس إذا حصلت الجنسية القضية رح تسرع. أول شيء ابنها رح يستحق جنسية أمريكية فيقدر يجي بسرعة زين يحصل الباسبورت الأمريكي. أوكي أستاذ العفو، بهيجي حالة هي بالنسبة إلها خلال إيش قد رح تعيد من جدة وجديد الأربع سنين ونص أو أربع سنين تسعة أشهر؟ هي رح لازم تنتظر 4 سنين من الوقت اللي رجعت للولايات المتحدة، لأنه طلعت برا الولايات المتحدة أكثر من سنة، فلازم لازم تنتظر 4 سنين، فيعني يجوز المدة مال جنسية رح تكون أكثر، فأحسن لها تقدم وهي عندها جرين كارد. زين أستاذ الله يخليك، سؤال أخير ما أريد أطول على تفضلك يزيد فضلك. هي راسلت السفارة العراقية الأمريكية في العراق وطلبوا من عندها على مود تسوي يعني رجوع لأمريكا، طلبوا منها التاكسات وطلبوا من عندها الدرايفر لايسن وطلبوا من عندها السوشيال سيكيورتي وقالوا لها تقدرين تجيبين لنا جوازك يعني نسخة من الجواز مع فلوس الفيزا اللي هي $180. فقالت لهم اوكي، بس قلت لحضرتك المشكله فقط انه ابنها تقدر بهيك حاله، انا لما استفسرت قالوا ممكن تاخذ ابنها وياها للمقابله على مود مقابله القنصل على مود اعطائها للفيزا. قالوا ممكن يسووا لها تعاطف انساني، يعرفون انه شي فيدنج هم يعني كل ساعتين لازم هي ترضع. طيب هي غريبه بالعراق، طلعت من 2006 مضبوط. يعني ما عندنا تعرف ما عندنا احد نخلي البيبي عنده. العفو، هي تقدر تقدم لابنها فيزيتور فيزا زين، فيزيتور فيزا الابنها وتاخذه وياه نفس المقابله اللي هي راح تاخذ. هي المقابله اللي يحكون عليها هي تكون ريتيرنينج ريزيدنت فيزا، فهي همده تقدم على فيزا يسموها ريتيرنينج ريزيدنت فيزا. المفروض بهاي الفيزا انترفيو تطي سبب ليش بقت برا الولايات المتحده اكثر من سنه وعندها هاي التقارير، وتطي اثبات انه هي دفعت تاكسز وعندها درايفرز لايسنس وكل هاي الاسباب، وبنفس الوقت راح تقدم الفيزيتور فيزا لابنها. بس مو معناتها راح يعطون الابنها فيزيتور فيزا، لانه ابنها على فيزيتور فيزا بس يقدر يبقى 6 أشهر مو اكثر من هذا. احنا بس ما يخالف استاذي، احنا نريد اي طريقه تجي هي وابنها حتى تكون مطمئنه هنا تقدم اوراقهم وتكمل وترجع هي وابنها. إيه هي يعني احنا ما نريدها تبقى العمر كله هي وابنها بدون شيء مضبوط، لا احنا ما نرضى. مضبوط، وهو هذا الاحتمال انه تقدر تقدم له فيزا زياره بس ما مو فد شيء مضمون، يعني مو فد شيء مضمون يعني يعطوها الفيزا زياره، بس هو احتمال. يعني شنو الاجراء؟ شو تسوي؟ تقدم بالبدايه حتى اخبرها انه تقدم فد استماره معينه لابنها والها؟ كل إلها استمارة والابنها هم استمارة. إذا تريدين على مود، لأنه إحنا بالهوى هسه وهم بعد عندنا أكثر مكالمات، تصلي بينا بالأوفيس الرقم 248 خلي أكتب الأمر 248 أوكي 557 نعم 3645 3645 يس. وان شاء ان شاء الله نقدر نساعدكم بهذا الموضوع. الله يخليك ويعلي من مرادبك، وان شاء الله يا ربي دائما مثل ما يقول الموفقية اللي هيك ناس طيبة مثل حضرتك. شكرا لك، شكرا، موفق ان شاء الله. شكرا على اتصالك. شكرا استاذ رامي، شكرا جزيلا. كل التوفيق ان شاء الله، تحياتنا لك. واخر اتصال في حلقة اليوم، الو مساء الخير.
هلو مساء الخير. مساء الأنوار، بقينا شي 3 دقائق نوعدك بالحلقة الجاية نعطيك 5 دقائق أكثر. إن شاء الله خير. خير إن شاء الله. يا أهلا وسهلا. أنا عندي question بس عن الانترفيو. أنا عندي اختبار إن شاء الله بالعد أسبوعين. ففي هناك سؤال يقول هل تم إيقافك من قبل البوليس؟ أنا لما عبيت سيالة اللي عبالي الابليكيشن فقال لي جواب نو. أنا وقفت من قبل البوليس مرتين، مرة على الترافيك ومرة على باركينج بتو تيكتس. فيعني نو بوينت ودفعت. أوكي. فهل الآن لما يسألوني هناك في الامبريشن يقول لي هل تم إيقافك من قبل البوليس؟ جواب نو أو يس، لأنه أنا بالابليكيشن أوردي عملت نو. اوكي مو مشكله، يعني انت قدمت الابلكيشن ووصلت لليو اس سي اس وهسه راح يصير عندك انترفيو صحيح؟ الانترفيو بعد 2 weeks. اوكي موفق ان شاء الله. الابلكيشن هو سؤال بالضبط يسال هاف يو ايفر بين ارستد سايتد باي لو انفورسمنت اوفيشال زين. فانت طبعا يقولون any crime or offense، فمدى يحجون بس على crime يعني فشي كلش مضر، بس يحجون على offense such as الترافيك تيكت. فانت حتى لو حطيت نو بالوقت الانترفيو يعطوك مجال تصحح الابليكيشن، وهو هذا طبعا مو فشي كبير انه شخص يكذب عليه لو يغلط، يعني متقصد ما حط ياس عليه. فانت بوقت الانترفيو لما يسألوك هذا السؤال تقول لهم انه غلطت بالابليكيشن وتريد تكتب تبياس لأنه حصلت تيكت، وتفهمهم هي شنو هي التيكت، وبعد يعني توضح لهم. وإذا بعد أكثر إذا عندك كابي للتيكت لو تقدر تحصل كابي من السيري، لو كابي للدرايفنج هيستوري لك تقدر تاخذها وياك للانترفيو طبعا، وهي لازم الكابي تكون سيرتيفايد، فتاخذها وياك للانترفيو وتراويها لهم. معظمهم ما عندهم اي مشكله ويا ترافيك تيكتس، هي ما راح توقفك من تحصل الجنسيه، بس احسن اذا تكون صريح وياهم وتفهمهم ليش ما كتبت ياس. وذاتس ات. This is